مش فريندز. شلة ناس متجمعين جوا الشقة متزنقين، تجيبها شمال تجيبها يمين، مش فريندز ومش عايزين. كل واحد من تاني مخنوق ونفسه غيره يخلع بالسوق، صوتهم سمع سبع جار ومن يوميها رافعين شعار. مش فريندز احنا، مش فريندز مش هنكون فريندز. مش فريندز جوا الشقة في صراع، في خناقات في صداع، في اللي فجأة حلمه ضاع واللي حاسس انه اتباع. مش فريندز، مش فريندز حلم الشجاع السياسي شوية في الوقت الخباسي، والركع للي كمل في الرزالة ويستحمل. مش فريندز احنا، مش فريندز مش هنكون فريندز. مش فريندز، مش فريندز احنا، مش فريندز مش هنكون فريندز. مش فريندز مش فريندز، مش هنكون فريندز. مش فريندز. عرفتوا ان عيد ميلاد هشام اخر الاسبوع ده؟ يا عم عرفنا، نرمين كل شويه بتفكرنا بيه كانه عيد العمال. يا عم عمال مين؟ ما تظلمش العمال معاك، وبعدين هشام ده عمره ما اشتغل. المهم المهم، انتوا جبتوا له هديه ولا؟ انا عن نفسي جبت له سي دي بالاغاني اللي بحبها، عيد ميلاد النانا ويلا حالا بالا وبوس الواو. وانا بفكر اديله نسخه من كلاب لا تعض زوزو اوزو، نسخه ممضيه. انا بقى هعمل معاه واجب عالي جدا، هجيب له اعفاء ضريبي. ايه ده عيد ميلاد ايه وهديه ايه وكلام فاضي ايه؟ ايه ده وهبي بازي يويو وطف الشمع؟ طب بتولع الشمع ليه لما انتوا هتطفوه تاني؟ ابقى اجيب له صفيحه سمنه. هتجيبي حاجه يا بيه؟ ايوه هجيب له مرتك. يعني انا الوحيد اللي ما جبتلوش هديه؟ اه رودي وبسنت ولاد اللذينه فلتوا بالسفريه اللي جات لهم. يا بختهم، مش هيجيبوا هديه. طب الحق بقى هات بهديه، انت عارف هشام بيتقمص. انت هتقول لي يا خالد ده بقاله فتره يا جماعه حابس نفسه في الاوضه وعمال يستعد لعيد ميلاده. وما يستعدش ليه؟ هو وراه حاجه؟ ده هشام عامل زي الاطفال بحياته كلها لعب واكل، مش بيدي لأ نرمين دلوقتي بتغير له. ودي حاجه تزعل يا هشام، هنعمل لك عيد ميلاد حلو وهنجيب لك كل اصحابك يلعبوا معاك. صحابي ده بابي جاي. ايه ليه هو كده متعود كل سنه يجي لي ومن اخر الدنيا؟ طبعا عشان يجيب لك هديه. لا عشان يمزح بيها البلاط. كل سنه في يوم عيد ميلادي يمسكني ويهزقني ويقول لي انت عمرك ما هتبقى راجل. هو مش مقاطعك من ساعه ما اتجوزنا؟ اكيد مش هيجي. لا بابي هيجي، ده مره ساب صفقه مهمه جدا للشركه وجي عشان يهزقني. وعارفه قال لي ايه؟ قال لي انت سبب في ضياع الصفقه دي. واكيد السنه دي هيجي يهزقك ويشتمك عشان انت اتجوزتني، مع ان جوازك مني بيثبت انك راجل. لا انا مش راجل. لا انت راجل وقد المسؤوليه. لا انا خيخه ومش قد المسؤوليه. يبقى هنخليك راجل وقد المسؤوليه. انا خيخه. مش فريندز. هيا يا جماعه، طب هتعملوا ايه؟ مش عارفه، انا بفكر كده نستخبى في اي مكان لحد ما اليوم ده عدي على خير. غلط، انتوا لازم تواجهوه، وخصوصا انت يا نرمين. لازم تفهمي ان في اطفال معوقين ذوي احتياجات خاصه ليهم معامله مختلفه. يا جماعه مش معوق يا رانيا، ولا محتاج ولا اي معامله ولا خاصه ولا عامه. والنبي صحيح، ده انت بتحميه بنفسك وبشامبو اطفال كمان. عشان الشامبو العادي بيحرق عينيه، مش معنى كده يعني ان هو بيبي. خلاص يا نرمو، ابقي لاقي لك حل للمشكله بتاعتك يا مسز ابي حجي. يعني انت يا هشام لازم تشتغل قبل ما ابوك ما يجي. اشتغل ايه بس يا خالد؟ اقصى مجهود بيعمله في حياته لما بيلعب مع تويتي. يعني لازم ابوك يجي يوم عيد ميلادك يلاقيك شغال. السؤال دلوقتي، انت بتحب تشتغل ايه؟ انا نفسي احارب الجريمه، ابقى باتمان. بقى ايه باتمان؟ ايه ما شفتش باتمان بيجنز؟
الله. برطمان بجنس انت هطل يالا. هو فيه برطمان بيلبس جنس؟ الله. عمرك ما هتفلح طول ما انت ماشي مع الكويتي دي. ما اسموش كويتي، اسمه تويتي. قول ورايا، تويتي. كويتي شاب وبتاع اللبن انت. بصلي بقي. بقولك ايه يا هشام، مش هينفع ابوك يجي يلاقيك لابس البدله المحزقه بتاعت باتمان دي وبعدين بماسك وبتاع. اه صحيح، ده مره شافني لابس شورت قاعد يقول لي يا هيام. طب يا جماعه قولوا لي اشتغل ايه؟ فاتمان ايه؟ افتح الجورنال ودور على اي شغلانه تناسبك. مش فريندز. الو يا عمو، ازاي حضرتك؟ انا بتصل عشان اعلان الشغل. مش انتوا عايزين مهندسين كمبيوتر؟ ايوه انا عايز اتقدم للشغلانه. لا ما بفهمش في الكمبيوتر بس ممكن اتعلم. اصل انا مامي زمان جابت لي بلاي ستيشن وكنت بقفل الفيفا، ده انا حتى غلبت ايطاليا بضربات الجزاء. مامي مالها؟ يا قليل الادب. قال لك ايه؟ قال لي كلمه عيب خالص، شتم مامي الله يرحمها. كلمه عمر ما بابي قالها لي. معلش يا حياتي، جرب تاني يا حبيبي، بس اللي تكلمه تاني ما تجيبش سيرة ماما ولا تقول لأي حد، ولا يا عمو ولا يا أنكل. بس أنا مامي علمتني عامل الناس بأدب. ورحمة مامي يا هشام، اسمع كلام. حاضر. ألو، إزاي حضرتك؟ قصدي أنت الفتاتري؟ أيوة أنا بتكلم عشان إعلان الشغل اللي أنتوا حاطينه. مش أنتوا عايزين سامي الفتاتري؟ انا بحب الفطير قوي. ايه ده بجد؟ يعني ينفع اجي؟ طيب ماشي، حاضر حاضر، ميرسي ميرسي، متشكر قوي، متشكر متشكر. وافق يا نرمين، وافق. يعني هتشتغلي حياته؟ خلاص هعجب. مش فريندز. لا قول لي يا باشا مهندس طارق. دكتور دكتور. ماشي ماشي دكتور. هي السلاحف ها، وخليك بطيء معايا، بتولد ولا بتبيض؟ السلاحف عامله زيك بالظبط يا عيد. ايوه يعني بتولد. لا بتبيض. مالك يا نرمين، قلقانه كده ليه؟ مش عارفه، هشام متاخر قوي مع انه قال لي انه هيرجع بدري. لا ما تخافيش خالص، هو مش في الشغل. ما هو اللي مخوفني انه في الشغل. ايه الزحف ده؟ ايه ده؟ ايه الفرن البلدي ده؟ هشام حصل لك ايه؟ ايه؟ واحدة واحدة. هربت منه. هو مين اللي هربت منه؟ عمو النجل بتاع الفطير. عمل لك ايه حياته؟ شوفوا، انا رحت لعمو بتاع الفطير قلت له ازاي حضرتك. لا ما قلتلوش ازاي حضرتك، قلت له انا اللي كلمت حضرتك عشان الشغلانه بتاعت الفطير. قال لي طب يلا روح اشتغل. حلو حلو. اول حاجه قال لي بتعرف تاجن؟ قلت له لا، وريني ازاي وعملت زيه. حلو حلو بالسكر كمان. قال لي طالما عجنت عجنتك يبقى لازم تفرد. طب افرد انت، ما بتعرفش تفرد. لا هشام فريد فريد. ما انا قلت له فين المكوى، قعد يضحك ويتريق عليا. تصدقوا. وبعد كده قلت له طب ممكن حضرتك توريني افرد ازاي، قعد يفرد شمال ويمين وفوق وتحت. وبعد كده قال لي يلا افرد انت. وبعد كده خدتها وبعد كده عملت العجينه وقعد افرد انا ويمين وشمال وفوق وبتاع وطلعت فوق. ها يا مسهل الحال يا رب. ايه عندها امتحانات بتذاكر ولا ايه؟ ما نزلتش مفروده. ها نزلت مخضوضه؟ لا. نزلت متضايقه؟ لا ما نزلتش اصلا. وبعد كده قلت له اعمل ايه يعني، هو زعل قوي واتضايق وقعد يتعصب عليا. قال لي بقول لك ايه، خد السلم واطلع هاتها. قلت له طب يعني ممكن اقع؟ قال لي اطلع بسرعه. رحت واخد السلم وطالع. طلعت على السلم يا حياته. طلعت وقعدت امد ايدي وبعد كده ايديا مش طايله. يا جماعه اعمل ايه، اتزحلقت وكنت هقع من على السلم. يعني وقعت من على السلم؟ لا اتشعلت في النجفه وقعدت اصرخ واعيط وهو يهزقني ويشتمني ويقول لي انزل من على السلم، انزل يا ابني. اقول له ماما مش كده، ما تشتمش ماما، انزل يا ابني، ماما مش كده، ماما مش كده. ده غلس قوي. وعملت له ايه حياته؟ النجفه وقعت بيا على دماغه. وقعت على الراجل بالنجفه؟ الله يرحمه. لا ما ماتش، هو الناس اتلمت علينا واول لما فاق قعد يحدفني بكل حاجه في المحل. مش عارف ليه كل حاجه كانت بتلزق فيا وقعد يشتمني ويهزقني لحد ما هربت وجيت على هنا واستخبيت. شوفوا كده يا طارق اللي هيكون اتعور. لا حول ولا قوه، يعني الشغلانه باظت.
غالبا. مش هي دي المشكله. وانا بجري شفت اعلان عن شغلانه جديده فخدت النمره. شغلانه هتعجبكم قوي. شغلانه دي كمان ورشه تصليح عربيات. ياكي يا هشام، دي فيها زيت وشحم وحاجات كده انت مالكش فيها يا حبيبي. لا يا حبيبتي ازاي، ده انا قفلت نيد فور سبيد على البلاي ستيشن وما كانش فيها لا شحم ولا زيت. لا يا راجل بجد، وسكت على نفسك كل ده ليه؟ مبروك يا هشام، مبروك. قفلت نيد فور سبيد من غير على البلاي ستيشن، على البلاي ستيشن ومن غير شحن يا راجل. انت بتهزر يا طارق؟ هزر ايه انتوا؟ انت نسيتني انا هخرج منين؟ عايز مني ايه؟ قفلت نور في السبيت لوحدك؟ انت تفتح اجانس يا راجل. طارق ايه؟ انا هحتاجك معايا في الورشه. ايه ده؟ هو ايه اللي مضايقه؟ ده متضايق ان انا قفلت نيد فور سبيد؟ الواد اتجنن. اللي انت صح قفلت النور على سعيد؟ مش فريندز. يا ربي يا هشام ترجع لي بالسلامه. محسساني انه رايح يحارب في افغانستان. يحارب ايه انت كمان؟ ده لو هيحاربوا بمسدسات ميه هيموت. ما تقوليش كده يا رانيا، والله انا حاسه انه هيرجع منصور المره دي. اهو منصور اللي انت بتقول عليه ده اجدع من هشام بتاعك ده بكتير. الحق يا جماعه هشام. ماله؟ في التلفزيون اهو هشام، هو اللي سال العربيه الهربانه. طب هو هربان البوليس ليه؟ مش عارف. الولد اللي بيحصل بيجري بسرعه جنونيه. الغدا على المجتمع ده هيقفل البلد. هي ده بص مش ازاي. انا قلت جحش الولد دي. هما اللي جري ورايا. ايه يا حياته؟ ايه اللي حصل تاني؟ بصوا بقى، انا المره دي ماليش دعوه. انا رحت الورشه الصبح. حلو حلو. صاحب الورشه اداني مفتاح العربيه وقال لي يلا اطلع جرب العربيه دي. الموضوع كان سهل خالص، بس العربيه طلع ما فيهاش فرامل. ايه؟ حاولت اوقف العربيه بس العربية ما رضيتش. أكيد خبطت في حد فقتلته. كل اللي موجودين في الشارع، بني أدمين، عربيات، إكشاك، بس فجأة البوليس طلع يجري ورايا. بس ما تخافوش. إيه؟ نطيت من العربية قبل ما العربية تقع في النيل. يا ابن المحظوظة. أنا فعلاً محظوظ، لأن أنا قبل ما أقع من العربية لقيت إعلان في نمرة شغلانة جديدة. نرمين، نرمو. مش فريندز. مش مهم، انا ما قتلتوش. انت مش بني ادم ولا حيوان. انا ماليش دعوه، انا ما قتلتوش. يعني يوم واحد قعدت مع الراجل العجوزه قتلته؟ لكن يطلع مين الراجل الكهنه اللي انت بتقول ما قتلتوش بس انت قتلته ده؟ انا ما قتلتوش. بصوا انا هحكي لكم الحكايه وانتوا احكموا. انا رحت عند قرايبه عشان استلم الشغلانه. قرايبه قالوا لي ميعاد غداء وميعاد دواء وفضلت قاعد معاه. حلو حلو، اكلته وشربته ولقيت الراجل متضايق شويه، قمت خدته الملاهي. ايه؟ خدت الراجل العجوز وديته الملاهي؟ ده انبسط قوي. دخلته بيت الرعب. دخلت الراجل العجوز بيت الرعب. الله يرحمه. ما هو ما ماتش. الخضه الاولى، الخضه الثانيه، الخضه الثالثه، فيص مات. قضاء وقدر. امر الله. هنعترض؟ الاطفال اللي في العربيه اللي ورانا شافوا الراجل ميت زعقوا وصرخوا، رحت سايبهم وماشي. سبت الراجل ميت ومشيت؟ اه، بس مش هي دي المشكله. وانا بقى خارج من الملاهي شفت اعلان شغلانه جديده. يا جماعه انتوا اتخضيتوا من بيت الرعب ليه؟ انتوا عارفين هشتغل ايه؟ كهربائي. مش فريندز. انا قالوا لي ان الكهرباء اللي قطعت في المنطقه دي هترجع في خلال اسبوعين لشهرين، بس انا رجعتها في خلال ساعتين وقررت اسيب الشغلانه دي لانهم ناس مش شايفه شغلهم كويس واشتغل شغلانه تانية. كهربائي. كهربائي ايه بس؟ شغلانة ايه تاني؟ هشتغل في الجيم. يا رب هشام ما يعملش مصيبة جديدة. آمين. يا رب ما يرجع لناش بكارثة تحل فوق دماغنا كلنا. آمين. يا رب ما يرجعش من الأساس أصلا ونطلع إحنا منها على خير. آمين. مش فريندز.
مش قلت لكم نتوضى قبل ما ندعي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يخرب بيتك. لا اله الا الله. عملت ايه تاني؟ عملت ايه تاني؟ ادي اخره المشي البطال. انا لله وانا اليه راجعون. في ايه دكتور؟ في ايه؟ اقول مش انا اللي عياد؟ هو ليه ما بيسمعش يا سيدنا الافند؟ يا اهو قول انا الراجل دي شفته قبل كده يا عم. ما ده اللي قال خالد، ده اللي عامل نفسه بني ادم وهو مش حقيقي. ده حاجه غريبه. لا بلاش الدكتور ده، ده بقى يا دكتور، بلاش الدكتور ده يا جدع. يا نهار اسود ونيل، بلطو ده بتاع ايه؟ بتشوفه عايز ايه؟ مين فيكم ابو الولد؟ ابو الولد؟ هو الولد طلع حامل ولا ايه؟ تعالى ابو الولد. لا ديكور الشقه هاي. هاتوا عيد، هاتوا عيد. تعال تعال. هاتوا عيد. انا شاكك في امره اصلا. تعالى اقول لك حاجه. هقول لك انا، هقول لك انا. اهلا وسهلا بيك معانا النهارده في برنامجنا، واتمنى ان احنا ما نشوفكش تاني عمرنا حياتنا. هو واخواته، هو واخواته يا رنا. تعالى اقول لك على حاجه. واخواته. بسم الله الله اكبر. تعالى تعالى ناقصه ولا حاجه؟ لا قول البودي جارد. تعالى فينك يا هشام يا حبيبي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ الراجل دماغه الف سيف اناني مرته. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مراتك يا حياتي. مين الوحوش اللي عملوا فيك كده؟ انا كل اللي فاكره ان الرجاله والستات والاطفال كل اللي كانوا في الجيم ضربوني. ضربوك ليه بس؟ انا كل اللي فاكره ان انا رحت الجيم عشان استلم شغلي، قالوا لي انت المسؤول عن الحمام. حمام؟ رحت تشتغل في حمام الجيم يا هشام؟ هي دي الشغلانة؟ امال يعني كنت عايزاهم يلعبوا بيه في الجيم؟ وبعدين ده كويس ان هم شغلوه. كمل كمل. وبعدين حمام الجيم واسع، قلت افتح الحنفيات كلها ورميت فيه صابون سائل على الارض. كمل كمل. ما لقيتش ممسحة، قلت اخرج اشتري ممسحة من برة. ساعتها الرجالة خرجت عشان تخش الحمام، وطبعا الرجالة دخلوا وقاموا متزحلقين بتكب الصابون كله. مش حرام؟ كان لازم يرفدوه. مش هي دي المشكلة؟ امال ايه المشكلة؟ المشكلة ان كل الرجالة اتزحلقت ودخلت على الساونة بتاعت الستات، قاموا خرجوا كلهم ضربوني. الله يرحمك يا شام. ما انا ما متش. انا كل اللي فاكره ساعتها ان الدنيا ضلمت، عربية الاسعاف جت خدتني، وبعد كده جه واحد رفيع قلت له على العنوان وجابني على هنا. يلا بينا يا راني، يلا بينا. ربنا معاك يا حبيبتي. يلا بينا احنا كمان يا ولي. شوفي انا جايبك عشان تشوفي بعينيكي وتتعظي انك لو خلفت لنا عيل خرع زي دي هقتله، وهقتلك، وهقتل الجحش ده، وهقتل كويتي. يلا يا ولي يلا. طب تعالى احنا بقى نعمله كمادات. كمادات ايه بس؟ انا هروح هكتب ان زوزو قتلت اوزو. هشام كده كتير، كده اوفر على صحتك وعلى اعصابي. عارف يا هشام لو جبت لي كلمه شغل دي تاني انا هعمل فيك ايه؟ ما هو يا نرمو يا حبيبتي انا لازم اشتغل قبل ما بابي يجي. يجي يلاقيك ما بتشتغلش احسن ما يجي يلاقيك ميت ولا في السجن، وده اخر كلام ليا معاك في الموضوع ده. انت فاهم ولا؟ هو ليه عيد مش مقتنع بقى ان اسمه تويتي؟ سوري. ورايا رانيا. I don't either. ازاي حضرتك؟ ايه التهريج ده؟ ده تهريج. هشام
يا هشام تعالى يا هشام، انت واقف عندك ليه؟ بوبي تعالى يا حبيبي. انا جاي اهو. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انا جاي النهارده مخصوص عشان تهزقني، مش كده؟ صح. لا انا مش جاي النهارده عشان اهزقك. يبقى عرفت ان انا كبرت فجاي تضربني بقى. لا برضو مش عشان كده، انا جاي عشان مصلحتك. اقعد يا هشام، انا عايز اتكلم معك شويه. ايوه بابي. انا عارف ان انا كنت شديد وطف معاك وبعاملك بقسوه طول السنين اللي فاتت دي، بس انا كنت بعمل كده عشان كنت عايز اعمل منك راجل، وطبعا واضح ان انا فشلت. احنا مش قلنا كلام رجاله بقى ومفيش تهزيق؟ دي الحقيقه، بس طبعا الكلام مفيش منه اي فايده دلوقتي. انت طبعا اتجوزت ومن ورايا، وده معناه انك انت ابتديت تتحمل المسؤوليه، وانا جاي النهارده عشان احل لك كل مشاكلك. واول مشكله الشغل. يعني هتعمل ايه يا بابي؟ هتسيب الشغل؟ انت من بكره هتنزل تشتغل معايا وبالمرتب المناسب. لا اشتغل معاك؟ انا مش عايز اشتغل معاك اصلا. ايه ده بتقول ايه؟ ايوه لا هشتغل، اشتغل اي حاجه، كاميريرا، كومودينو، اشتغل نفسي اي حاجه، بس بص مش معاك. انا هعتمد على نفسي واصرف على بيتي، قصدي على اوضتي بنفسي. بتقول ايه؟ اللي انا قلته ادادي ده اخر كلام عندك؟ اه بابي. حبيبي يا بابي خليك راجل. طلب صعب قوي. هو احنا مفروض نبلغ البوليس امتى؟ اول ما نشوف هشام طاير من الشباك ونزل لتحت. ايه دي؟ معقول يرمي ضلام الشباك؟ يا حبيبي يا هشام يا حبيبي. هاي يا جماعه، هاي عليكم. هاي هشام، عملت ايه مع باباك؟ خلاص مشي. ازاي يعني؟ ما سمعناكش وانت بتصوت. لا ما هو المره دي ما جاش عشان يهزقني، جه عشان يعرض عليا شغل. احمدك يا رب. وانا رفضت. خده يا رب. رفضت ليه يا سنتيح انت؟ يا جماعه افهموني، انا عايز اشتغل، بس اشتغل الشغلانه اللي بحبها، انجح لوحدي بعيد عن بابي. ابقى قابلني عشان شخولك. نرمو حبيبتي ما تقلقيش، انا اخترت شغلانه هتعجبك قوي. شغلانه ايه؟ مودلز. بكره هيبقى الدور على مين؟ دول مش فريندز، دول مجانين عايشين مع بعض ومش طايقين، وفي الاختلاف محترفين، عايشين تحدي وكأنه ماتش، وكل يوم في خناق ولطش، بينهم وبين الصلح طار، وبرضه رافعين الشعار. مش فريندز، احنا مش فريندز، مش هنكون فريندز، مش فريندز، مش فريندز، احنا مش فريندز، مش هنكون فريندز، مش فريندز.